لنسائنا في قرية نحف الجليلية مدعوات ب30 شهر للقيام بفحص الماموغرافيا الحافل المتنقل اللي موجودة في البلدة في منطقتكم، ولهذا تفضلوا وقوموا بهذا الفحص. هناك ثلاثة أعراض لا تعرفها الكثير من النساء قد تشير مبكراً إلى وجود سرطان الثدي لا سمح الله، لذلك يجب الانتباه لها والحصول على الاستشارة الطبية حال ظهور إحداها. حكة في الثدي. إذا كنت تعانين من حكة مستمرة أو تقشير في الحلمة فعليك استشارة الطبيب، فهذه قد تكون أحد أعراض سرطان الثدي. تورم مستمر. من الطبيعي أن يحدث تورم للثدي أثناء الدورة الشهرية، ولكن عندما يكون هذا التورم مستمراً فيجب التأكد من سلامة الثدي من هذه الزيادة المفاجئة في الحجم. أخيراً، احمرار الثدي. يمكن أن يظهر طفح جلدي أو يصبح الثدي أكثر احمراراً من الطبيعي، وهذا يمكن أن يكون أحد أعراض سرطان الثدي. شهر أكتوبر هو شهر التوعية من أجل الكشف المبكر عن سرطان الثدي. سرطان الثدي من أنواع السرطان اللي ممكن عملية الكشف عنه بشكل مبكر، وإذا اكتشفناه بشكل مبكر إمكانية الشفاء منه هي إمكانية عالية جدا، تصل نسبة الشفاء بسرطان الثدي إلى 95%، ولهذا موضوع الكشف المبكر هو موضوع جدا هام بالنسبة لنا بالنسبة لكل النساء. سرطان الثدي ينتشر للأسف بشكل كثير كبير، وينتشر أكثر لدى النساء بالأجيال المتقدمة أكثر. كل امرأة فوق جيل 50 سنة مطلوب منها تتوجه وتعمل فحص ماموغرافيا، فحص جدا عادي، فحص أشعة تصلب إلى الثدي حتى نكتشف إذا فيه ورم معين. ومعنيين نكتشف الورم وهو ما زال صغير، ما زال في بداياته الأولى، ولهذا مطلوب من نسائنا من كل امرأة تعمل فحص الكشف المبكر، فحص الماموغرافيا ما يسمى الماموغرافيا، مرة كل سنتين. وكل امرأة ما عملت هذا الفحص في السنتين الأخيرات المفروض منها تتوجه وتعمل هذا الفحص بأقرب مركز ممكن. لهذا السبب جمعية مكافحة السرطان أيضا اقتنت حافلة الماموغرافيا، حافلة متنقلة لفحص الماموغرافيا اللي من خلاله احنا بنحاول نوصل للأماكن البعيدة، الأماكن النائية، أو نسهل الوصول لنسائنا لفحص الثدي حتى في بلادهم اللي ممكن يكون أقرب لهم وأسهل من الفحص نفسه. وهي الحافلة موجودة عمليا اليوم عندنا سيارتين بهذا الشكل، واحدة بالشمال واحدة بالجنوب، هتتواجد في خلال الفترة القريبة في العديد من البلدان العربية، المطلوب نتوجه لهم ونعمل هذا الفحص. إلى جانب هاي الحافلة في عندنا مراكز ثابتة اللي أيضا هي موجودة وقريبة من قرانا العربية، ومطلوب منا التوجه لهذا الفحص. قديش هو متوجه له بشكل مرتب؟ كل سنتين، لكن الفحص كل سنتين مهم جدا يكون بهذا الفحص. الفحص يوقف حياة، والفحص بالنسبة لنا هو كشف عن ورم في بدايته، وهي الأهمية. ما تتأخر أبدا عن هذا الفحص، لأنه بهذا الفحص أنت ممكن تبني مستقبل جديد إليك، وتتقدمي إلى الحياة بنظرة أخرى وبأسلوب آخر لهي الحياة. ولهذا فحص الماموغرافيا مهم جدا، تفضلوا اعملوه بدون أي مشكلة وبدون الخوف. الخوف ما ممكن يفيدنا ولا بأي شيء. خلوا الخوف على جنب وخلوا الخوف يكون دافع لكم أن تتوجهوا وتفحصوا. اعملوا الفحص وكل الصحة.